نتابع ما اللي حصل مع فرناندو ألونسو. خط إطاره اليسار خارج الخط الأبيض، شوف الإطار اليسار خارج الشبكة، لهذا السبب حصل على بينالتي. هنا مع ساينز بتشوف مصطفى داخل الشبكة، بتشوف هنا سيارة فرناندو ألونسو إلى اليسار خارج الخطوط البيضاء، لهذا السبب حصل على الخمس ثواني بينالتي. شوف كيف بيريز ركز كثير على سيارة ألونسو، لهذا السبب خسر الإطارات الخلفية.